شوفوا يا عيال، انا كتبت كل شيء ابغاه في ورقه، كل المقاضي اللي ابغاها كتبتها في ورقه، يعني ما راح اشتري اي شيء زياده. وانتوا لو سمحتوا كل واحد يحترم نفسه وياخذ الشيء اللي يبغاه وبس. اللي ياخذ منكم بيضه كندر يا ويلو لا اصيده. لا لا لا، انا ما اشتري بيضات كندر، انا دائما ما اشتريها. انت اكثر واحد تاخذ بيضه كندر. قال ايش؟ انا ما اخذ. انا قال بيضه كندر احسن من اندومي. قال شويه كل شويه اندومي اندومي. على الاقل يفيدني لما اكون جيعانه في الليل واكل واسوي، بس مو زي بيضه الكندر ما تسوي ولا شيء. بيضه كندر انا ما راح احاسب على اي شيء زياده، بيضه كندر او اندومي ما راح احاسب ولا على اي شيء. زي ما قلت لكم خذ المفيد فقط. ويلي هذا فشلنا، ايش في هذا قاعد يرقص زي كذا؟ يبغاله تربيه من جديد، يبغاله تربيه من جديد. ايش قلت لك؟ ايش قلت لك لما نجي اي مكان خليك محترم. وربي لا اقرصك قدامهم كله ولا بطل حركاتك هذا، خليك انسان معتدل. وش الرقص والكلام الفاضي هذا؟ انت داخل مرقص ولا ايش؟ خليني بس اخلص شغلي وانا اوريك حسابك معايا في البيت، ذكرني بس. ان ما ربيتك من جديد. يلا قم من وجهينا اتحرك. خلاص طيب اسف بروح عند اختي. بعد الكندر بعد الكندر تكفى تكفى بعد الكندر. خلي أمي تشتريها، عندك فلوس تشتري لي هي؟ خلاص طيب طيب جيبها، أنا خلي أمي تشتريها، بس أول ما أطلب منك شيء تسويه زي ما أنا قاعد أسوي لك الآن، لا تنساها. تخليها ما عليك، أنت أضمنها، بس أنا بجيب لك إياها، يعني بجيب لك إياها بيضة الكندر هذه حتكون عندك اليوم، خليها علي. اتفقنا؟ تكفى اتفقنا. أمي معايا بيضة كندر أباكي تشتري لي هي. قلت لكم في سيارة ما سمعتيني يعني ولا إيش؟ إلا سمعتك، بس أنت تعرفي ذيك المرة قبل سنتين وعدتيني إني لما نظفت الغرفة وعدتيني تشتري لي. خلاص أشتري لك بعدين اللي تبغيه، أنا مو مرة مو وقته، قلت لك معايا أشياء محدودة. الوعد أخلف، بس أنت ما وفيتي بوعدك لما وعدتيني. خلاص خذيها حبيبتي خذيها. ايوه زيت ودقيق وقشطه وشطه بس صح. كل شيء ابغاه في ورقه، كل المقاضي اللي ابغاها كتبتها في ورقه، يعني ما راح اشتري اي شيء زياده.